السلام عليكم. اليوم جايب لكم تطبيق تنظيم المشتريات. ميزة التطبيق هذا انه يشتغل على جهازين في نفس اللحظة، يعني معناتها انك انت تكون في سوبر ماركت والاهل في البيت وتتفقوا على المشتريات في نفس اللحظة، هما يطلبوا وانت تضيف جهازين بنفس اللحظة. فبنخش الحين على التطبيق ونعلمكم كيف طريقة الشغل. مثلا الأهل يطلبوا إضافة مثلا كمية قهوة مثلا أو شاهي أو سكر، شاهي 5 حبات شاهي أو حبتين مهما يكون، 5 خبز مثلا. يلا بنشوف الطلبات. الطلبات عندنا الحين 10 قهوة، 5 شاهي، 5 خبز. طبعا في البيت او انت كنت في الجهة الثانية تدخل التطبيق، نفس الباسورد، نفس كلمة المرور، نفس كل شيء، كلكم تدخلوا بنفس الوقت. شوف كيف، يعني هذا يسهل عليك وش جبت وش باقي وش ما باقي. شوف الطلبات موجودة يمين بالجهاز الأول، موجودة بالجهاز الثاني. أنت مثلا اشتريت الشاي تحط عليه أنا اشتريت الشاي، أنت الخبز لقيت 3 حبات ما لقيت 5، تعدل عليه تقول ترى لقيت 3 حبات ما لقيت 5. شوف هناك التحديد مجرد أو 2، هناك مجرد يحدثون يقول لكم ترى ما لقيت الاثنين. الشاهي القهوة ما نبغاها الأسبوع هذا، لمين كنسلها؟ ترى كنسلت القهوة، يحدث هناك اني كنسلت القهوة وتتفقوا خلاص انا بطلع دن. التأكيد اني شريت هنا، التأكيد اني بشري الشاي الخبز، بأكد لهم انا شريت قهوة التأكيد. اوكي انا اتاكد الجهه الثانيه انا شريت شاهي وخبز بس، ويلا فما الله.